انا خلاص يا عادل. ما كنت لما جاء شبعت يا حبيبي. كان لما جاء بنت بقول لك شبعت. كنت يا منتي الان. كنت يا منتي الان. دي بس. كنت يا منتي. كنت يا منتي. كمان واحدة. عشان خاطر. عادي. عشان خاطري انا. عشان بدا قطع قطع. اجي انا كنت قطع. المشكلة اني بعمل حاجات كتير قوي عشان خاطرك. ودي مشكلة يا روحي. ايوه. ليه بس يا قلبي؟ انت لسه مش واثقة فيا. الكلام ده ما عادلوش لازمة دلوقتي يا عادل. بعد ما اتأكدت اني ضعيفة جدا قصادك. كل ما احاول ابقى قويه قصاد حبك ما بقدرش. انا بعترف لك بالكلام ده دلوقتي مع اني المفروض ما اقولهولكش. بس خلاص بقى هو باين عليا. اول ما جيت هنا وسبت شغلي وكل اللي ورايا كنت عايزه ارجع لنفسي. بس أول ما شفتك وسمعت أول كلمة منك عادل أنت بتضحك على أصل دي الكلمة اللي سعادة ما عرفتش تحفظها وتقولها لي. كنت كان نفسي أرجع لنفسي بعد انت عارف ايه اللي بيخوفني منك وبيشككني فيك؟ ايه بس يا روحي؟ اني بحس من كلامك ان العلاقه اللي بينا ملهاش اي اهتمام عندك. ليه بس الظلم ده؟ ليه كده؟ كل الحكايه اني بحاول اخفف عنك بسبب الشكوك اللي زرعتها عندك دينا. حبيبتي انا عايزك تاخدي الحب والحياه ببساطه. انا كمان نفسي. طيب يا روحي ايه اللي منعك؟ لان لو حياتك كانت زي حياتي ما كنت سالت السؤال ده. بقولك ايه؟ من غير فلسفه. سعيدة وانت معايا. خلاص. أول ما جيت هنا وسبت كل اللي ورايا ما اكذبش عليك كان نفسي أشوفك أو حتى أسمع صوتك أو تكون معايا في المكان الجميل دوت. أول ما اشتريت الشاليه ده كنت باجي لوحدي يا عادل. كنت بتخيل وانت معايا في كل حته جنبي قصاد عيني وكل ما فوق كنت الوم نفسي وبعد التفكير ده عني. بس من غير ما احس ارجع افكر فيك تاني واتخيل تاني. اوعى تفتكر يا عادل اني اسيب شغلي ده شيء بسيط. بالعكس حتى لو كان لكام يوم ده خطر جدا. انا واللي زيي عاملين زي اللي بيلعبوا لعبه الكراسي الموسيقيه. اللي يقوم من على الكرسي بتاعه يجي واحد تاني وياخد مكانه ويخرج من اللعبه وما قدرش يرجع تاني. لا انا خلاص كده بقيت جاهزه على السفر معاكم. هو انت لسه ما كنتيش جاهزه؟ لا طبعا ما كنتش جاهزه قبل ما استاذن نيازي. واستاذنتيه؟ وافق. مش الاصول بتقول كده برضو؟ طبعا.
انا والله كنت هسالك برضو اذا كنتي قلتي له ولا لا، وبعدين قلت يا بنت انت مالك. ايه بتضحكي على ايه؟ على البت الدكتورة دي. دكتورة ولا مش دكتورة يعني؟ هو في النهاية مش بنت برضو؟ لا طبعا، ده انتي ست البنات. لا يا ستي، انا مش عايزة ست البنات، انا عايزة بنت عادية بس. انما مش برضو احسن كده ولا لا؟ مش كده ايه؟ مش احسن ان انا ما اتحشرتش بينك وبين جوزك؟ انا مش ناقصة. يوه، هو احنا مش قلنا الفكرة دي احنا ننساها خلاص ولا هتفضلي تزليني بيها؟ لا لا لا، خلاص خلاص. طب قوليلي بقى احجز فين وازاي، عشان دي اول مرة هطير على الخطوط الداخلية. وان شاء الله مش هتبقى اخر مرة. ان شاء الله. مالك بتقوليها كده من غير نفس؟ والله ده انت هتحبي هناك جدا وهتحبي انك تروحي تاني. الاهم اني حبيتك انت. ميرسي يا مروة، وانا كمان. طب ايه بقى، ما قلتليش احجز ازاي؟ لا انت ما تشغليش بالك بالحكاية دي خالص، بهيجة هتوضب لنا كل حاجة عن طريق جورنال بتاعها. واحنا هنبلغك بميعاد الطيارة الساعة كام. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ انا هروح النادي شوية، عايزة اعمل شوية رياضة. القعدة والقراية وقلة الحركة مع أكل عم معاطي كمان بوظوا اللياقة البدنية خالص. خلاص أنا هصلك على هناك، أخد الشاي معاكي وبعدين أروح أخد تامر من المدرسة. أوكي، أتوت ألور، باي. ايه مالي دي تاني؟ ما قلتلك ماليش. مالكيش كيف وانت عينيكي كسد دم؟ عيني اتطرفت. عينيك التنين اتطرفوا؟ ايوه ايوه. كيف؟ انت فاكراني هبله ولا حماره؟ لا انت ست البنت كله، بس سيبيني في حالي دلوقتي. الله يسعدك. ما هو مش هيسعدني، فقوليلي وريحيني. استغفر الله العظيم يا رب. انت كنت بتبكي، تبكي عليه ياما؟ على ولا حاجة يا بنتي. في حد برضك بيبكي على ولا حاجة؟ يا ناس ياهو، اصرخ ولا الطم على خدودي ولا شق خلقاتي ولا اعمل ايه بس؟ بدل ما تعملي ده كله قوليلي ورستيني. عايز انا اقولك ايه اللي حصل خلاكي تبكي؟ شفتي برا اياك.